مساكم فللي، ورجعنا لكم مرة ثانية من كير لاين. هذه الصيدلية اللي أول مرة غطيتها أنا وش قلت ليست مجرد صيدلية. اليوم تغطيتنا ما راح يكون تركيزها على الصيدلية، راح يكون التركيز على المتجر الإلكتروني. العادة المتاجر الإلكترونية تدخل وتختار فقط الأدوية وتختار المستلزمات اللي تحتاجها من الصيدلية، لكن كير لاين قال لك أنا راح أقدم متجر إلكتروني ولكن راح أكون موجود وياك كأنك زائر الصيدلية. أي خدمة راح تحتاجها تلقاني موجود، هاتف واتساب أونلاين وياك يساعدك في الاختيار. صح يا جماعة، الخدمة مرة عجبتني. يعني أفرض أن دواء محتار فيه ما أنت عارف إنه، خصوصا الأدوية اللاوصفية، تواصل إياهم مباشرة راح يوجهوك على العلاج الصحيح. الأشياء حق التجميل، المكملات الغذائية، العناية الشخصية، راح يعطوك الروابط وأنت تقدر تطلب الطلب. حبيتهم يطلبولك، هم يطلبولك. بصراحة مرة عجبتني الخدمة. توصيل، إيه نعم، في توصيل، وراح يكون التوصيل مجاني للطلبات اللي 199 فما فوق. طلب التوصيل مجاني، أي طلب تحت 199 راح يكون التوصيل فقط بسبعة ريال. إبداع إبداع كيرلاين يا جماعة. هذا متجرهم الإلكتروني جميل جدا، والتصفح فيه مرة سهل، وفي تصنيفات مرة حلوة. شوفوا يا جماعة، تجوا هنا للتصنيفات، حاطين لكم كل شيء، الشعر، البشرة، العناية الشخصية، الخدمات كبار كبار السن، الأطفال، حوامل. يعني هنا لما نجي الآن إلى العناية بالبشرة، شوفوا التصنيف يا جماعة، حاطين لك هنا العناية بالبشرة الجافة، لا البشرة حقي دهنية، ندخل على البشرة الجافة، حاطين لك جميع المنتجات حق البشرة الجافة. مرة حلو يا جماعة فكرته، يعني يساعدك في الاختيار. بالإضافة هم معاك خطوة بخطوة على الواتساب. على تصنيف آخر، العناية بالشعر، شوفوا كيف يا جماعة سهولة الموقع حقهم، كريمات الشعر، مثبتات، مصففات، صبغات، معالجات الشعر. أيضا حاطي لك هنا جميع المشاكل، علاج قشرة الشعر، الصدفية، تساقط الشعر. يلا ادخل يا حبيبي وشوفوا جميع الأنواع. ما قلت لكم يا جماعة، معاك هم خطوة بخطوة. كيرلاين ليست مجرد صيدلية. شوفوا لما تنزلوا تحت تواصلوا معهم واتساب، جوال، هاتف، إيميل، الانستغرام، ها على طول واتساب، وعلى طول يا حبيبي اسألهم باللي تبغاه وساعدونك في الاختيار. طبعا وما أنساكم، بكل تغطية لازم أجيب إليكم خصم، راح يكون في خصم 15% على كامل المنتجات حق الصيدلية، طبعا ما عدا الأدوية وما عدا الحليب. الكود عندكم على الشاشة، فقط اكتبوا فللي أثناء الطلب، لما تسوون الطلب تحصلوا على خصم 15%. إبداع إبداع يا كيرلاين يا جماعة. وقعدكم الآن بعد السنابة هذه، راح أحط لكم الكود، راح أحط لكم الواتساب حقهم، تواصلوا إياهم لأي استفسار، وتابعوا حساباتهم بالسناب بالإنستغرام. إبداع إبداع الصيدلية.